قصة حساسة جدا ليومك هذا. المنافقين اتهموا عائشة بالزنا، وهذا الإشي اللي خلى عائشة رضي الله عنها تدخل في حالة اكتئاب وعاشت أيام صعبة جدا. ولكن بعد ما زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمها وأبوها، اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة واللي حصل بالضبط، إنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تتهم بالزنا. هذا الإشي مو بسيط، وهذا الإشي أشعل الفتنة بين الأوس والخزرج. ومع هذه الأحداث، شخص يهجم على حسان بن ثابت شاعر النبي ويضربه ضربة كانت قاتلة. وإيش سبب هذا الاعتداء على شاعر النبي؟ وراح نحكي اليوم كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصطف الأوس والخزرج للقتال أمام أعين النبي وهو واقف على المنبر. وقبل ما نبدأ، راح أطلب منك طلب بسيط، هو إنك تضغط لايك وتعليق لتساعدنا في نشر القناة وتنميتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. بعد كل اللي قاله المنافقين بالمدينة عن عائشة رضي الله عنها، كيف رجعت مع صفوان رضي الله عنه بعد ما تحرك الجيش من غزوة بني المصطلق، وعائشة ما كانت بالهودج، واكتشفت عائشة كل الكلام اللي انحكى عنها، وراحت عند أبوها وأهلها، وعائشة تبكي ليل ونهار، ودخلت في حالة اكتئاب قوية جدا. والأيام تمشي وطالت الأيام عليها، والمنافقين يتطاولون بالكلام عليها، وأخذوا راحتهم بالكلام بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يعلم الحقيقة. فتحلى النبي والصحابة بالصمت إلى أن تتبين الحقيقة، ولكن بعد ما تطاول المنافقين بالكلام انفتن بعض من الصحابة، وكان من الذين انفتنوا حسان بن ثابت الخزرجي، فكتب أبيات بسب فيها صفوان رضي الله عنه. وصفوان غضب غضب شديد من حسان، وكان صفوان من المهاجرين وحسان بن ثابت من الخزرج. ومثل ما تكلمنا في الجزء الأول من حادثة الإفك والفتنة اللي حصلت بين الأوس والخزرج بسبب عبد الله بن أبي بن سلول، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وقال للصحابة: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي؟ يقصد عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين في هذه الفتنة، وكان ابن أبي من الخزرج، فشبت الفتنة بينهم لأنه كان بينهم عداوة من أيام معركة معاذ قبل الإسلام، يعني كان بينهم عداوة سابقة. فقام الأوس وقالوا: نحن يا رسول الله نأتيك برأسه، نأتيك به يا رسول الله إذا أردت ذلك. ولما قال الأوس هذا الكلام، شبت الفتنة بين الأوس والخزرج هذه المرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الشيطان بين الأوس والخزرج فاصطفوا للقتال. الأوس يقولون: نقتل عبد الله بن أبي، والخزرج يقولون: إنتم ما بدكم تقتلوا إلا لأنه من الخزرج وباقي فيكم من بقايا الجاهلية. بس كان في صحابي من الخزرج مع قتل أبي بن سلول، وكان عارف إنه رأس المنافقين ولازم نقتله. طبعا النبي واقف على المنبر ما أمر بقتل لا عبد الله بن أبي ولا غيره، وهذا الرجل الخزرجي يشجع الخزرج بقتل ابن سلول، والأوس يقولون نقتله، والخزرج يقولون لا ما بتستطيعوا. وهم في وسط هذا الجو من الأخذ والرد، إلا بصوت سيف يخرج من غمده ورجل يقول بأعلى صوته من بين صفوف الخزرج: أضرب به رأس النفاق وكفى. يقصد بسيفه، ويطلع من صفوف الخزرج، والأوس يستعدون للقتال ويعتقدون أنه سيهجم عليهم، ولكن كان يقصد قتل عبد الله بن أبي بن سلول. ومع المشدات هذه كلها قال: خلاص أنا بخلصكم منه، أنا من الخزرج وعبد الله من الخزرج، أنتم الأوس ما دخلكم، أنا خزرجي وأقتل خزرجي. والنبي لم يأمر بشيء، وخرج الرجل المتحمس إلى بيت عبد الله بن سلول، فلحقت جماعة من الأوس بالرجل ووقفوا أمامه ورفضوا قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وقالوا: تحمل السلاح ولم يأمر به النبي؟ صاحي أنت، ارمي سيفك، أيحمل السيف بغير أمر رسول الله؟ لو علمنا أن رسول الله له بذلك لما سبقتنا إليه. فعاد سيفه إلى غمده وعاد مع الأوس إلى النبي، والمشدات لا زالت قوية، الأوس يتكلمون والخزرج يتكلمون. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، ونزل النبي يهديهم بيديه إلى أن انصرفوا من المسجد، وانتهت الجلسة بينهم. ولكن المشدات لم تنتهي، الخزرجي لا يكلم الأوسي،
والأوسي لا يكلم الخزرجي، رغم الفتنة اللي حصلت لعائشة رضي الله عنها رجعت الفتنة بين الأوسي والخزرج، يعني صارت المدينة مليئة بالفتن، يعني زادت المسؤولية على النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يحل المشكلتين، الفتنة التي حصلت بين الأوس والخزرج والفتنة التي وقعت لعائشة رضي الله عنها.